أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة، تعملوا اللايك والشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معانا. توقعات برج الميزان الثلاث 23 فبراير 2021. تشعر أن العالم من حولك غريب جداً، فلما لا تفكر في التخطيط لرحلة لمكان ما؟ قمت بعملك على أكمل وجه الفترة الماضية وتستحق الترفيه والمتعة، إذ لم يكن لديك وقت كافي اليوم. على الأقل تواصل مع شركة سياحية أو قم بعمل بحث على الإنترنت للتعرف على المنطقة التي ستزورها. عاطفياً تعاطيك الجيد والرائع مع الشريك تكون له انعكاسات إيجابية، وستلاحظ ذلك من خلال تصرفاته معك. مهنيا ترتفع المعنويات مع وجود القمر في برجك، ما يجعل انطلاقة العام سريعة ونشيطة، تكون الحظوظ قوية والنتائج حاسمة. صحيا ابتعد عن من يحاول إزعاجك واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.